أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. معكم أنا أبو تولين لتقديم برنامج هروج في مثل هذا الأسبوع. هذا البرنامج معد لإحياء ذكريات أبرز أحداث ومحطات عالم المصارعة الحرة التي حدثت في مثل هذا الأسبوع، وأيضا الاحتفال بأعياد ميلاد الأساطير والنجوم في هذا الأسبوع. فبسم الله نبدأ. في مثل هذا الأسبوع قبل 19 سنة وفي عرض نايترو، أقيمت مباراة بين بريت هارت وهولك هوغن وانتهت بدون فائز. يذكر أن هذه هي المباراة الوحيدة التي جمعت الاثنين. في مثل هذا الأسبوع قبل 17 سنة وفي عرض نايترو، فينس روسو يفاجئ الجميع ويهزم بوكر تي ليصبح بطل WCW العالمي للوزن الثقيل، وغباء هذا القرار عجل بنهاية WCW. في مثل هذا الأسبوع قبل 4 سنوات، هولك هوغن يخرج من اتحاد TNA نهائيا بعد محاولات من داكسي كارتر لإقناعه بالبقاء في مشهد مذل. أما بخصوص أيام الميلاد، ففي هذا الأسبوع أكملت نجمة NXT سونيا ديفيل عامها 24، ومن نجوم NXT كذلك أكمل النجم بادي ميرفي خطيب أليكسا بليس عامه 29، وأيضا أكملت كانديس ليراي زوجة نجم NXT جوني غارغانو عامها 32، وأخيرا أكملت نجمة NXT السابقة أسكا عامها 36. وفي الختام نشكر لكم حسن متابعتكم ودمتم في ود.